أين كان يذهب من يريد تعلم الحاسوب في المنطقة، في هذه المنطقة في مأرب، اللي شي يتعلم الحاسوب فين يروح يدرس الحاسوب ويتعلم؟ أين كان يذهب؟ يعني يذهب خارج المنطقة أو إلى منطقة بعيدة، إلى مدينة أخرى. أيوة، إلى فين في محافظة مأرب في منطقة كانت يذهب إليها للتعلم؟ منطقة يذهب إليها للتعلم. منطقة يذهب إليها للتعلم الحاسوب. منطقة يعني تابعت بداية الحاسوب. تتغشش الآن. أيوة، أنا أصلا تابعت بداية تمام. أنت الآن محمد، من كنت تسألي؟ ها؟ من كنت بتسألي؟ من اللي كان يساعدك قبل قليل؟ في حد يعني من البيت كان يسمع القصة. أيوة، إيش قال لك طيب؟ هم سمعوا يعني بداية القصة. صراحة عندنا يعني كذا وشوشة وهذا، نسمع بداية القصة يعني كيف مثلا ما تعلموش الحاسوب يعني كان. هو أنت الآن جاوبتي صح، إنه اللي في المنطقة والقرية يشي يتعلم الحاسوب يروح لفين؟ يعني دائما أهل الريف. مكان بعيد بالنسبة. أيوة أيوة، بعيد بعيد منهم المكان. صحيح، دائما أهل الريف لما يشي يروح يعمل حاجة يروح دائما لفين؟ لسوق المدينة، للسنتر. إلى المدينة. لفين؟ إلى المدينة أكيد. أيوة، إلى السنتر حق المدينة. إلى فين يعني؟ إلى الجامعات يعني مثلا في المدينة تدرس الحاسوب. تمام، خلاص أنا أعتبر لك الإجابة صحيحة.